مثل اوكراني او بالاحرى في مدينه اوديسا شنو يقولون؟ ما يقولون انه احنا رايحين نتسوق، احنا رايحين نتبذر، احنا رايحين نتبذر في مدينه اوديسا. دخلنا حاليا سوق الاسماك، هذا السوق راح نشوف فيه شنو الاسماك اللي احنا محتاجينها نسوقها لهذا الاسبوع. ذات بكل مكان تلقى النساء موجوده، هي قصابه، هي تبيع خضروات، هي تبيع فواكه، هي تبيع اسماك، هي تشتغل تاكسي بالشارع، تشتغل بالشرطه. فمثل ما تشوفون حاليا السوق مليان نساء فقط. اول شغله راح ناخذها هي قطعه سمك صغيره دايبه. شوفوا يا جماعه حاليا احنا بمكان اسماك كلها مجفف، هذا طبعا ياكلوه ويا البيره. وشوفوا بائعة السمك شلون، اذا باعت السمك هيك لبنات اوكرانيا شلون اكيد راح تتزوجون بائعة السمك. اخذنا حاليا قطعة سمك واحدة بدولار واحد، هذه اللي اخذتها هي. طبعا انا ما احبها لان هذه ياكلوها مثلا ويا المخللات او ويا البيرة او يعني سناك. اوكي وصلنا حاليا الى الخضروات المثلجة، حاليا راح ناخذ بروكلي، نص كيلو بروكولي ونص كيلو ملفوف صغير، نص كيلو فاصوليا، حساب كله 4 دولارات. هذا السوق اللي هو مال فواكه وخضروات. اكثر شغلات الناس تحبها هي هو الافوكادو. مثل ما تشوفون سعر الافوكادو حاليا للقطعه الواحده 10 قريبه يعني نص دولار. الافوكادو احنا ناكله عاده بالافطار، اوكي نسوي على سندويتشات، فراح ناخذ لنا 7 قطع. يعني اذا تخلي حاليا الطماطه شوفوها خوش مبيض، تتسوق تعرف تتسوق عادي، حتى تعرفون الاوكرانيات يصلحها مبيض. اخذت انا حاليا عصير برتقال لتر كامل سعره بس 2 دولار، ثوم 6 قطع 30 سنت. اعطيكم ملاحظه هنا باوديسا الكل يتكلم روسي، قليل يتكلمون اوكراني او بالاحرى ماكو يتكلمون اوكراني، بسبب انه اوديسا كانت كلش قريبه لروسيا، الامبراطوريه الروسيه كانت موجوده في اوديسا. اخذت نص كيلو بصل احمر سعره بس نص دولار. فراوله لانه هسه جاي للسوق، يعني هسه الموسم مالته، سعر الكيلو دولارين. حاخذ حاليا رمان سعر الكيلو 25 قريبا بس يعني دولار واحد. بس اخذنا خس امريكي واخذنا شبينات نص دولار كيلوين. اخذنا حاليا موز سعر الكيلو دولار واحد. الجزر سعر الكيلو نص دولار، والشمندر سعر الكيلو ايضا نص دولار. بالنسبه للمكسرات هنا موجودين اتراك واذربيجان باوديسا، لانه ماكو هنا مكسرات في اوكرانيا، فيجيبوها من هناك من بلدهم ويبيعوها هنا. ناخذ فستق عظم وراح ناخذ لوز وناخذ كازو. خلصنا المكسرات والفواكه والخضروات، وباقي لنا حاليا من حسابنا ال 1000 تقريبا 400 تقريبا، يعني صرفنا حاليا 600 يعني 20 دولار، باقي لنا 20 دولار. وهذه ال 20 دولار راح نسوق بها اللحوم والدجاج. حاليا راح ناخذ دجاج، هاي اخذنا دجاجه وزنها كيلو 800 سعرها بس دولارين. جاكو اللحوم سعر الكيلو 4 دولارات والدجاج سعر الكيلو 3 دولارات، يعني عندنا الحياه كلش رخيصه والاسعار كلش حلوه همين. شوفوا حاليا هذه كلها اسواق ما سمك مفتوح. انا كلش ما حاب الريحه، شوفوا شكلها شو تعقد، ما تحب الريحه مال الاسواق المفتوحه الشعبيه. شوفوا هاي السمكه الكبيره يا جماعه، اجل وزنها 10 كيلوات وهذاك السمكه الصغيره. هاي اللي يجي اوكرانيا راح نسوي له احلى سمك مزقوف عراقي، اعزمكم يا جماعه لا تقولون هذا ما يعزمنا. سمك السالمون لكن هذا يكون مملح حتى يصير بالسندويشات، يعني بدون ما يحتاج تشويه وكل شيء، بس تخلي على الساندويتش وتخلي زبده فوقه. هذا سعر الكيلو 10 دولار. هذا الراك اسمه بروسي، شوفوا حاليا دا يمشي دا يتحرك، واو هذا راح ينسلق وينوكل. يا جماعه ما اعرف شلون راح اكل، اول مره راح اجربه لانه انا دائما اكله يكون ميت، راح نجرب شلون طبخه هالمره. عند ديفيد كان الطريق كله تنايم، هسه قاعد من النوم، واحنا خلصنا التسوق نريد نشتري حذاء لديفيد، حذاء صيفي. هذه انا ادور له، وش وان يو لايك انا؟ شو مي؟ شوفوا حلو حذاء، هذا طبعا الحذاء كله سعره 5 دولار. ديفيد انه هادي لا 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 لا. شوفوا حاليا ديفيد شنو اخذ لك، هاي شنو، هاي ديفيد عينيش طالع ولك. خلصنا حاليا التسوق مثل ما تشوفون، الغراض بالسياره هذه هنا خاليها مع 10 ايام. ديفيد طبعا كلش تعبان وانا محتره حاره. I'm bad. مثل ما تعرفون هنا باوديسا عندنا كلش حاره، اوديسا الوحيده باوكرانيا لانه بالجنوب فعندنا حر كلش قوي. وصلنا للقصاب وديفيد اخذ مكاني ما يقبل ينزل من السياره، يلا ديفيد. ديفيد بابا شوفون ديفيد ما يقبل ينزل من السياره. باي باي ديفيد. ديفيد يا زيك.
يشوفون. وصلنا حاليا للقصاب. طبعا ملحمه السلام هذه ملحمه موجوده في مدينه اوديسا. الحلو بيهم ان اللحم مالتهم كله فريش واسعارهم كلش حلوه وتعاملهم بعد احلى. والاحلى من هذا موجود عرض عندهم انه كيلو لحم بسعر 250 جنيه كيلو لحم مشوي. طبعا مثل ما تشوفون هذه اللحوم موجودة. هاتي وصلنا حاليا. طبعا وصلنا حاليا للشقة لأنه قاعدين بالطابق الخامس وصعدنا هاي الأغراض كلها للطابق الخامس. شوف ديفيد شنو يسوي. ها شوف تعبان بعد قول لي اشتم اشتم لأنه ديفيد هنا مسوي كاكا. He was in your neck, so David, what did you say, Baba? حاليا بدنا نرتب الاغراض نخليها بالثلاجه نشوف شنو لقينا. لقينا هذا الراك اللي اشتريناه ده يتحرك واو ده يمشي. هسا هذا شلون راح نكتله؟ شلون راح يموت؟ يعني بدي اعتقد اني هذا شلون راح ناكله لك؟ لا لا يا جماعه لا شلون راح اكل هذا؟ هو يضيف بس.